وينضم ايضا الينا هاتفيا دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي بعد التحيه، يعني اليوم جميعنا نتابع هذا اليوم الهام في تاريخ الزراعه المصريه، وهي زياده هذه الرقعه الكبيره من محصول القمح الى المحاصيل الزراعيه المصريه. يعني بالطبع مردود اقتصادي كبير على الوضع الاقتصادي الداخلي لمصر في ظل هذه الازمات الاقليميه والدوليه التي تمر بها اعظم اقتصادات العالم. كيف ترى هذه او هذا اليوم وهذه الخطوه اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين الكرام. خلينا نقول طبعا ان فكره الوصول لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي ده امر اصبح مهم جدا، وده عديد من الصدمات الاقتصاديه اللي ابتدى يشهدها الاقتصاد العالمي، وبالاخص يمكن صدمتين، جزء مرتبط بتداعيات كورونا وصدمه اخرى لا تقل حده مرتبطه بالازمه الروسيه الاوكرانيه. دوت وضع الاقتصادات كلها على مستوى العالم ومن ضمنها مصر ان هي تسعى للوصول لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي، وبالاخص من السلع الزراعيه والسلع الغذائيه. نعم. ومن هنا مصر كان ليها جهود مهمه جدا خلال السنوات الماضيه ان هي تزود بشكل كبير من نسبه الاكتفاء الذاتي اللي كانت يمكن بالنسبه للقمح كانت وصلت اوقات كتير ل 30% و 40%، احنا دلوقتي بنتحدث عن حوالي 65%، وباذن الله مع التوسع في عمليه الزراعه للقمح ده هيقدر ان شاء الله باذن الله ان هو يزود هذه النسبه لمستويات اعلى، وفي نفس الوقت يقلل من فاتوره الاستيراد بالنسبه للقمح، واللي بيعتبر جزء مهم جدا من الامن الغذائي للدوله المصريه. الدوله بتحاول ان هي قدر المستطاع ان هي تبقى بتقلل من فاتوره الاستيراد، لان كمان اصبحت المشكله الاساسيه على مستوى العالم مش سعر الحصول على المنتج ولكن كمان كيفيه الحصول عليه، ومن هنا ده اللي بيخلي الدول كلها ومصر يمكن تتحرك بجهد طيب جدا في هذا الامر ان هي توصل للمستويات الاعلى من الاكتفاء الذاتي وتتجنب عديد من المشاكل، جزء منها في عمليه الحصول على هذا المنتج او جزء اخر مرتبط بتقلبات الاسعار الشديده وما لهم من تاثير على ما يعرف بالتضخم المستورد، وده اللي يمكن بيعاني منه العالم كله في الوقت الراهن، وبالتالي جهد مهم جدا. الدوله كمان يمكن مش بتتحرك بس على الجانب الخاص بالزراعه، لكن كمان كافه مراحل الانتاج والجزء الخاص بتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وده كان واضح عن طريق الصوامع اللي الدوله اتحركت عليها خلال السنوات الماضيه، واللي زودت كمان من حجم الاحتياطي بتاعنا الاستراتيجي من القمح اللي كان بيكفي في فترات الاولى لحوالي 5 اسابيع، احنا دلوقتي بنتحدث عن اكثر من 5 اشهر، وده كان دور مهم جدا للصوامع اللي الدوله قامت بيها، وكمان ازاي ان هو قللت بشكل واضح من حجم الهدر اللي كان موجود في القمح، وبالتالي الدوله بتحاول ان هي تتحرك بشكل كبير وتتعاون كمان مع القطاع الخاص، وتحاول ان هي تقلل وتقضي على كافه المعوقات اللي بتواجه الفلاح المصري، وكمان ازاي ان يبقى في زياده في او ما يعرف بتقديم حافز اضافي لتوريد القمح للدوله، وده جزء مهم جدا علشان الفلاح او العاملين في القطاع دوت يبقى في جدوى اقتصاديه من استثمارهم وزراعتهم لمحصول مهم جدا بيهم كل المصريين وهو القمح. نعم، يمكن حضرتك تحدثت الآن عن الجدوى الاقتصادية التي تعود على المزارع، ولكن حابين نوضح أيضا للمشاهد الجدوى الاقتصادية المباشرة التي تعود على المواطن المصري من توفير محصول القمح وعدم الضغط على استهلاك الدولار في فكرة الاستيراد المحاصيل الزراعية من الخارج. جزء مهم ان احنا نحافظ على العملة الأجنبية، وكمان ازاي ان احنا مع زيادة الانتاج دوت انا بقدر ان انا احافظ على مستويات الاسعار، بتجنب تقلبات الاسعار اللي ممكن تكون موجودة في السوق العالمي. ازمة اللي بيشهدها العالم ازاي ان هي قللت بشكل واضح من حجم التوريد وما يتم تقديمه من جانب دولتين مهمين على مستوى العالم زي روسيا واوكرانيا للاقتصاد العالمي، وبالتالي تاثر الاسعار بشكل واضح جدا وارتفاعها،
فبالتالي لما بيكون هناك اكتفاء ذاتي او حتى السعي لوجود فوائد، اكيد ده بيعود بالنفع على الدوله المصريه وعلى الاقتصاد المصري وعلى ميزان المدفوعات وعلى ميزانها التجاري وعلى العمله الاجنبيه. وبالتالي كمان على الجانب الاخر، كل ما بيبقى هناك زياده في حجم الاستثمارات بشكل عام، وبالاخص لما بتكون في قطاع الزراعه، بتقدر ان هي توفر مزيد من فرص العمل، وبالتالي بتقلل من معدلات البطاله بتبقى موجوده. كل ما المنتج ده بيتم انتاجه محليا، كل ما بيبقى الاسعار الخاصه بتقديمه بتكون اقل بشكل كبير على ما بتكون مستورده. فبالتالي هي مجموعه كبيره جدا من العوائد اللي الدوله بتحاول ان هي تحصل عليها. لكن خلينا بس الجانب الاخر نبقى واخدين بالنا من تحدي مهم جدا مرتبط بالزياده السكانيه اللي اكيد بيضغط على الجهود دي من جانب اخر. فعلشان كده هي الفكره كلها مرتبطه ازاي يبقى في زياده طبعا في الانتاج والوصول للمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي، ولكن تقليل في الاستهلاك ايضا، ازاي ان يبقى يكون يكون طبعا في هناك مواجهه للزياده السكانيه والعمل على تنشيط الاستهلاك بشكل عام. نعم، يمكن لاحظنا على مدار السنوات السابقه ان الدوله اتخذت خطوات مسبقه، يمكن حينما جاءت ازمه كورونا كانت مصر بالفعل مستعده لمواجهه هذه الازمه وخرجت باقل التاثيرات السلبيه التي ربما هناك اقتصادات كبيره لم تستطع بالخروج بهذه النسبة القليلة من الخسائر جراء جائحة كورونا. وأيضا عندما جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية كانت مصر ربما على استعداد كما نشهد اليوم من الاكتفاء الذاتي أيضا بسبب خطوات مسبقة. اليوم نحن نحصد أو في موسم حصاد القمح، وليس فقط التفكير أو الشروع في الزراعة وفكرة الاكتفاء الذاتي. كيف استطاعت هذه الخطوات الاستباقية للقيادة المصرية التي اتخذتها القيادة المصرية في التقليل أو امتصاص من قوة الصدمات التي يتعرض لها العالم؟ فكرة أن يكون هناك احترافية في إدارة الأزمات طبعا ده جزء مهم جدا. عملية التنسيق الواضح ما بين كافة مؤسسات الدولة، وده يمكن احنا ابتدينا يعني يمكن مع بداية تداعيات كورونا زي ان احنا ابتدينا نشوف فعلا التنسيق ما بين كافة المؤسسات وكان كافة السياسات، سواء كانت سياسات مالية أو سياسات نقدية أو الجزء الخاص بالتجارة والصناعة. عشان كده بنشوف إن الحكومة لما بتجي تطلق مجموعة من الحوافز الاقتصادية أو المساعدات الاقتصادية وبالأخص يمكن للقطاع الخاص، بنشوف إزاي إن في تنسيق واضح واحترافية في إدارة الأزمة. دوت يمكن بدأ في تداعيات جائحة كورونا، وكمان اتكرر مرة أخرى في المشهد الخاص بالأزمة الروسية الأوكرانية، بحيث إن احنا نسيطر على كتير من المؤشرات اللي كان ممكن يحصل فيها يمكن يعني انفلاتات كبيرة جدا، أبرزها طبعا معدلات التضخم. الجهود اللي الدولة اتحركت عليها كانت متمثلة في برنامج للإصلاح الاقتصادي من 2016، وبعد كده تبعه برنامج لا يقل أهمية وهو مرتبط بالإصلاح الهيكلي، وازاي ان الدوله ابتدت ان هي تتحرك منذ سنوات على السعي لزياده نسبه مساهمه قطاعي الزراعه والصناعه في الناتج المحلي الاجمالي، كانت طبعا قطاع الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، وازاي ان الدوله ابتدت تتحرك على عده مشاريع بالاخص بالنسبه لقطاع الزراعه زي المليون ونص مليون فدان، ابتدينا نتحرك على الثقب الزراعيه واستصلاح الاراضي. دي كلها كانت ملفات مهمة جدا، بجانب كمان الملفات المتعلقة بها والخاصة بتوفير المياه الري واستخدام يعني أحدث الطرق في عمليات الري والزراعة. دي كلها كانت نقاط مهمة جدا، بجانب طبعا التعاون مع القطاع الخاص في عديد من المشروعات الزراعية والعمل على تقديم فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع، بحيث ان احنا نقدر نشجع اكبر قدر من المستثمرين ان هم يدخلوا قطاع الزراعه، وكمان الحفاظ على صغار المستثمرين، وده كمان نقطه كانت مهمه جدا الدوله مستمره.
نعم، يمكن حضرتك تحدثت عن القطاع الزراعي، ولكن أيضا ارتباط وثيق أيضا بالقطاع الصناعي. كيف يخدم الاهتمام بالقطاع الزراعي وتوفير هذه السلع في توفير أيضا مدخلات صناعية كثيرة تدخل في النهوض بالقطاع الصناعي؟ يمكن العالم كله بيتحرك دلوقتي، ويمكن كان في هناك عديد من التجارب على مستوى القارة الأوروبية مرتبطة بملف التصنيع الزراعي. الملف دوت يمكن مهم جدا، وازاي ان بيبقى في مزج ما بين قطاعي الزراعة والصناعة، وازاي ان هو بيخلق قيمة مضافة بشكل أكبر للسلع الزراعية. وده يمكن نقطة مهمة جدا، وحققت يمكن نجاح في عديد من الدول، وفي تجارب اقتصادية رائدة في هذا الأمر. الدولة بتحاول ان هي تتحرك بنفس الخطى، والاستفادة من دروس وجدناها مهمة جدا في عديد من التجارب الدولية. عملية التصنيع الزراعي ميزتها ان هي بتساهم بشكل كبير جدا في زيادة المردود والعائد من قطاع الزراعة، وعدم الاكتفاء فقط بوجود سلع زراعية تقليدية، ولكن كمان دخولها في عمليات تصنيع بيقدر كمان ان هو يرفع من المردود والايرادات الخاصه بالدول، بجانب طبعا العوائد الاخرى المرتبطه بتعظيم الاستفاده من الموارد المتاحه. يمكن الدوله على مستوى قطاع الزراعه كانت ابتدت تتحرك في عديد من مشروعاتها القوميه في هذا الامر، ازاي يبقى هناك عديد من المشاريع الصناعيه المرتبطه بقطاع الزراعه، بحيث ان يقدر ان هو يزود من المردود والعائد. وبالتالي هو ملف مهم جدا الدولة بتتحرك عليه، لكن أكيد محتاجين جهد أكبر خلال الفترة الحالية، لأن السوق المصري هو سوق ضخم جدا. احنا بنتكلم على أكثر من 100 مليون مستهلك، وبالنسبة له السلع الغذائية والسلع الزراعية هي تظل ليها الأولوية الأولى. وبالتالي مع زيادة الإنتاج بشكل عام أكيد ده هينعكس بشكل واضح على مستويات الأسعار، إن يحصل فيها انخفاضات أو بمعنى أصح يكون فيها استقرار شديد. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، كنت معنا.